انا فتحت الصورة دي على الفوتوشوب، وبعدين هروح في الادجستمنت بانل واختار حاجة اسمها الثريشهولد، الايكون ده كده. لما اضغط كليك عليه كده هلاقي ان ظهر عندي لاير جديد بتاع الادجستمنت لاير ده، ومعاه ماسك فوق الصورة اللي انا فتحتها. ابتدي من الادجستمنت بانل ابتدي اتحكم في مقدار الاسود اللي يظهر عندي. لما باخد كده يمين بزود مقدار الاسود، لما باخد كده شمال بقلل مقدار الاسود، وليكن كده خلاص. اضم اللايرين دول على بعض، كليك على اللاير ده وكنترول وكليك على اللاير ده، وهروح في البانل منيو الموجوده في اللايرز بانل اللي هي دي كده، واختار حاجه اسمها ميرج لايرز، او الكيبورد شورت كات بتاعها كنترول اي. بعد كده هاجي بأداة، المهم بس أفتح القفل بتاعي من هنا كده، أمسك القفل ده كده وأرميه في التراش كان. هروح في أدوات السلكشن وهقف كليك يمين وأختار أداة اسمها الماجيك واند تول. الماجيك واند تول لما أضغط كليك عليها هتعمل سلكشن للأدوات للبكسلات اللي شبه بعض في اللون، بس يهمني ان انا اكون شايل علامة التشيك مارك من على الكونتيجوس عشان اخد كل البكسلات، اعمل سيلكشن لكل البكسلات اللي لونها ابيض اللي في الصورة مش اللي جنب بعضه بس. اضغط كليك كده، انا عملت دلوقتي سيلكشن لكل اللون الابيض اللي في الصورة، وبعدين ادوس ديليت. ديليت عشان الغي اللون الابيض، واخرج من السيلكشن بحاجة من اتنين، اما اني اروح في قائمة سيلكت واقول له دي سيلكت، او اني اختار الكيبورد شورت كات اللي هو كنترول دي. خلاص انا هبتدي دلوقتي اعمل حاجتين. اولا اعمل لاير تحت اللاير ده كده واملاه باللون الابيض. املاه باللون الابيض ازاي؟ باكتر من طريقة. اول طريقة اني بروح في قائمة edit واقول له لو سمحت fill، ومن قائمة fill دي ابتدي اختار حاجة اسمها الكالر، وابتدي اختار اللون الابيض كده واقول له اوكي خلاص. او بما ان انا عندي دلوقتي الباك جراوند كولر لونه ابيض، فالكيبورد شورت كات بتاع اني بملى لاير بالباك جراوند كولر هو كنترول باك سبيس او كنترول ديليت. انما لما كنت بملى باللون الامامي او الفور جراوند بالفور جراوند كولر كنت بقول الت وباك سبيس او الت وديليت. هاجي فوق اللاير ده كده اعمل كمان لاير، اخفي بس كده، اجيب دي كده تبقى عندي بالشكل ده. لما هعمل كمان لاير هروح في اداة الجريدينت واختار جريدينت معين. الجريدينت ده انا حابب ان هو يبقى الوانه سهلة كده، في عندي مجموعة جريدينت، اضغط على السهم ده كده واختار حاجة اسمها الباستلز. الدايلوج بوكس اللي هتظهر عندي دي معناها يقول لي انت عايز تستبدل المجموعة الجديدة بالمجموعة اللي قدامي دي، ولا عايز تضيف المجموعة الجديدة على المجموعة اللي قدامي دي، ولا تكنسل خالص. اقول له لا، انا عايز اعمل استبدال المجموعة القديمة دي مكان المجموعة الجديدة دي. فاختار كده واقول له اوكي، واختار الجريدينت اللينير اللي هو الخطي واسحب كده. هقف كليك يمين واقول له لو سمحت كرييت كلابنج ماسك. كرييت كلابنج ماسك دي بتعمل ايه؟ عندي لاير فوق ولاير تحت. اللاير اللي تحت ده فيه بكسلات مليانه وبكسلات شفافه، واللاير اللي فوق ده فيه شويه بكسلات. كل اللي بعمله ان البكسلات اللي فوق دي تملى البكسلات الموجوده هنا بدون ما تلمس البكسلات الشفافه زي ما انتم شايفين كده اهو. الدنيا خلصت معايا.